هل يجوز توزيع العقيقة نية؟ يجوز ولا مانع، بل ويرى المالكية أن ذلك أفضل، قالوا لأنه لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى العقيقة، لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ورد أنه كان يدعو إلى وليمة العرس، هذا رأي المالكية أن توزيعها أفضل من جمع الناس إليها، لكن الشافعية يقولون إنها طعام، إن شاء دعا الناس وإن شاء أرسل إليهم بيوتهم.